نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم وبالكوادر الوطنية المميزة. عيالنا الإماراتيين اللي عندهم غيرة، اللي عندهم حرص، اللي عندهم وطنية على بلادهم، أنهم دائما يحبون يرفعون علم دولة بلادهم بشكل مشرف. هذه النوعية مثلكم اللي نحن نفتخر فيها، اللي دائما ترفع راية الإمارات بالعز، ترفع راية الإمارات بالفخر، ترفع راية الإمارات المشرفة. انتوا استثمار هالبلد، انتوا الاستثمار الحقيقي.